السادة أولياء التلاميذ، تلاميذنا، الأساتذة، كل الطاقم الإداري، اليوم يوم مبروك. ما شاء الله، الحاجة مليحة كي تشوف التمرة تاع التعب، والله وحده شاهد، والله وحده يعلم كمية الجهد اللي نبذلوه يوميا في استقبال التلاميذ وفي تنظيم تمدرس التلاميذ وفي كل ما يخص الجانب البيداغوجي بالتنسيق مع الأساتذة وبالتنسيق مع المشرفين. الشكر موصول للجميع، بداية من التلميذ لأنه هو اللي بذل المجهود وهو اللي سهر الليالي وهو اللي يتعب وكذب وتخطى كل العتبات باش يكون اليوم في هذا المقام ويفرح والديه ويفرح نفسه بالدرجة الأولى. ثم الشكر للطاقم الإداري، كل واحد باسمه، والشكر للسادة الأساتذة. شكرا، بارك الله فيك.